إذن مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم، وأيضا ننتقل إلى جانب آخر حيث شهدت مدينة خرفكان صباح اليوم أنشطة وورشات برنامج من المستقبل إلى الشارقة الذي تنظمه مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والذي واكب تطلعاتهم للمستقبل ويمثل أيضا تجربة استثنائية تمكنهم من تعلم تقنيات المستقبل واستكشاف علوم الأرض واكتساب العديد من المعارف والخبرات عبر برامجه النوعية وجلساته التدريبية التخصيصية. إذن نتابع هذا التقرير ولن عودة. أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامجها الصيفي الذي يقام تحت شعار من المستقبل إلى الشارقة لمواكبة متغيرات التقنية الحديثة وسعياً نحو خلق أجيال قادرة على الإسهام في صناعة المستقبل في مقر سجايا فتيات الشارقة ومركز الطفل بخرفكان، إذ يستمر البرنامج حتى 18 من أغسطس. الهدف من الورشة دي إن الأطفال يتعلموا إزاي طبعاً إن هم ممكن يعملوا حاجات بإيديهم، غير كده ده الجانب اللي هو الفيزيكال أو الملموس. الأطفال هركبوا الهات أو القبعة دي قطعة قطعة قطعة، والجانب الثاني إن هم يتعلموا إزاي إنه الطاقة المتجددة طبعاً حالياً بتبقى أحسن كثير من الطاقة اللي هي متوردة. تضمن البرنامج عدة الصانع ميكر بوكس، وهو عبارة عن صندوق يحتوي على مشروع يحفز المشاركين على التفكير النقدي ومهارة حل المشكلات مع فرصة الابتكار من خلال الاستكشاف والتجربة، وتعرف المشاركين إلى الطاقة الشمسية واستخداماتها، وقد صنعت معدات تعمل بالطاقة الشمسية وجربها المشاركون. اليوم تعلمت في هذه الورشة عن الطاقة الشمسية وكيف أني أقدر أستخدم الطاقة الشمسية باستخدام اللوح الشمسي، وعندي نصيحة للأطفال أنهم ما يفوتون هذه الفرص لأنها فرص جداً قيمة للمشاركة في هذه الأشياء وتعلم أشياء جديدة. تعلمت عن هذه القبعة اللي تشتغل بالطاقة الشمسية عشان إذا كان حر ألبس هذه القبعة وأروح بالشمس وتشتغل هذه المروحة بالطاقة الشمسية. أنصح الأطفال أنهم يدخلون هذه الورشة، هي وايد جميلة وناسة ووايد ممتعة. يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين في المجالات العلمية والتكنولوجية وتمكينهم من مواكبة تطور منصات العالم الرقمي والافتراضي غير المحدود. إذن مشاهدين الأنشطة والفعاليات مستمرة في المنطقة الشرقية، وأيضا نظم مركز ناشئة خرفكان التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج صيفك ويانا المتضمن للعديد من الأنشطة والفعاليات والورشات العلمية من أجل تطوير مهارات الناشئة وصقل مهاراتهم في العطلة الصيفية. نتابع التقرير ولن عودة. تستمر فعاليات برنامج صيفك ويانا اللي أطلقتها ناشئة الشارقة في المنطقة الشرقية وبالتحديد في ناشئة خرفكان. اليوم متواجدين مشاهدين الكرام نتعرف مع بعض على عدد من الرياضات اللي تنمي مواهب الأطفال. يستهدف برنامج صيفك ويانا جميع النشئ من سن 13 حتى 18 عاماً، وتحقق الفعاليات التي يطرحها الناشئة الفائدة والمتعة من خلال تنوعها، والتي تعزز من توجه مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في مواصلة دورها بتقديم برامج متنوعة وأنشطة مبتكرة تسهم في تنمية وتطوير مواهب وقدرات الأطفال والناشئة والشباب، وترسخ دور المؤسسة في ريادة الأنشطة الصيفية. شاركت في السباحة، جربت ألعب كورة هني مرات، والجودو، وفي الثقافة انتميت للروبوت أكثر شيء وهي هوايتي من وأنا صغير، وتعلمت فيها تركيب الروبوتات
تفكيك الروبوتات وأجهزة وساميها كيف استعمل الأجهزة. وعدنا ورشة قادمة هالشهر أو الشهر الجاي صناعة درونز أو برمجة درونز ومن هالأشياء. يعتمد برنامج صيف كويانا على بناء قدرات المشارك من خلال الفرص الإبداعية التي يتيحها مركز الناشئة، وتدعم المبدعين من المشاركين، وتطلق لقدراتهم العنان لخوض تجربة صيفية من الفعاليات خلال التحاقهم بسلسلة من التجارب الثرية التي تكسبهم العلوم المتجددة والمهارات الفنية، بما يحقق من سياسة المؤسسة في استشراف المرحلة المقبلة. شاركت في برنامج صيف كويانا، واحد من مشاركاتي في صيف كويانا هو المسبح وتنس الطاولة والجودو والسباق والكورة وش اسمه. وبعد في الثقافة شاركت في مسابقة سوني اللي هو بلعبة فيفا، وبعد شو اسمه مسابقة القوارب اللي هو نيب علب بلاستيكية نعيد تدويرهم نعمل منهم قارب ونشارك فيهم بمسابقة. المسابقة إن شاء الله بتكون بكلبة، بحر كلبة إن شاء الله، تقريبا بعد 3-4 شهور إن شاء الله. تمثل فعاليات صيف كويانا مساحة من التجارب الملهمة لجميع المشاركين في إطار الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وتعزز من مكانة المؤسسة لتأهيل المشاركين وتزويدهم بكل ما يجعلهم مبدعين ومبتكرين ومخترعين. فعاليات ثقافية متنوعة تنطلق من ناشئة خرفكان وتستمر من خلال برنامج صيفكم ويانا، وتهدف إلى صقل مواهب الأطفال من خلال البرامج المتنوعة المقدمة لهم في هذا البرنامج واستشراف المرحلة المقبلة للمستقبل. إذن مشاهدينا، تابعنا معكم هذه الحزمة من الأنشطة والفعاليات المقامة في المنطقة الشرقية والمنتشرة بكل مدنها حقيقة، إن كانت من مؤسسة ربع لصناعة القادة والمبتكرين بجميع مراكزها، مراكز الأطفال، الناشئة، سجايا، فتيات الشارقة، ناشئة الشارقة، كل هذه الفئات العمرية تتوجه إليهم أو يوجه إليهم أنشطة وبرامج مميزة تحتوي أفكارهم وأذهانهم، وتحتوي أيضا مهاراتهم الجميلة والمميزة، لأن هذه الفئة أفكارهم أصبحت مختلفة متوجهة إلى مجالات جديدة. فكل هذه البرامج تقدم بهذه الصورة الجميلة بأيضا كادر وطاقم متوافق مع هذه الأنشطة. إذن مشاهدينا، ما زلنا نتحدث عن هذه الفئة، وإن كانت الأطفال أو الناشئة، فلكل فئة عمرية أدوات متباينة ومفردات مختلفة تصلح للتعامل معها ومخاطبتها. فلكل مرحلة يمر بها الإنسان سمات ومفردات قد تختلف جذريا عن الأخرى. وبالحديث عن شريحة الأطفال والقصص المكتوبة لهم وبما يسمى أيضا بأدب الطفل، سنسهب بإذن الله بالحديث مع ضيفتنا الكاتبة هيا هاني قاسم، كاتبة في أدب الطفل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيا. وسهلا بكم وأسعد الله مساءكم. أسعد الله مساءك أستاذة هنا وهي عفوا. فبداية أستاذة هيا، عندما نتحدث عن أدب الطفل، أتوقع أدب الطفل يحتاج إلى شخص ذي خبرة وطريقة مرنة وأيضا مختلفة لمعرفة مداخل الطفل وطريقة التعامل معه للوصول لفكرة ومداركه. فأنت أستاذة هيا كانت لك تجربة في الطفولة، من هذه التجربة والتي انعكست على شخصك الكريم أحببت أن تنقليها بطريقة أدبية جدا جميلة للطفل، فبداية نستعرض هذه التجربة لنخوض بالتفاصيل. بدايتي أو عالم كتابة قصص الأطفال هو واحد من العوالم الممتعة جداً.
لكن هذا لا يعني فكرة أنه هذا العالم ممتع جدا، هذا لا يعني أن ليس له عوائق أو ليس به بعض الصعوبات. فالكتابة للطفل هي كتابة حساسة جدا جدا جدا، فتقديم محتوى يليق بذهن الطفل بمعايير تناسبه من معايير لغوية ومعايير في المحتوى ليس بالأمر السهل. اليوم عندما نعمل على إنتاج محتوى يليق بأذهان أطفالنا فهو محتوى فعلا يتطلب من المختص أو المسؤول جهد كبير. في بعض الأحيان بعض الأشخاص يعتقدون أن كتابة قصة من قصص الأطفال لا تأخذ إلا دقائق أو ساعات أو حتى أيام، لكن خلال 10 إصدارات أقل إصدار أخذ مني نتاج فكري فقط ما لا يقل عن 6 أشهر. أكتب للأطفال من أنا شخصيا أكتب من عمر صغير جدا، أتوقع من بداية المرحلة الإعدادية وأنا أكتب قصص. طورت نفسي خلال مراحل حياتي بهذا الموضوع إلى أن وصلت بعد تخرجي أو من الجامعة وما إلى ذلك إلى العمل بالمجال الذي أحبه في المجال الأدبي، فبدأت رحلتي هنا في عالم كتابة قصص الأطفال. نعم، إذن هذه الرحلة وهذه المسؤولية، أتوقع أن فئة ما تزال في أوج مرحلة النمو والتكوين الشخصي والثقافي أيضا، وهو ما يحتم على الكاتب إلى الكثير من الاهتمام بالمحتوى، وكيف دخلت يعني هيا في هذا المجال بهذه المسؤولية؟ اليوم كتابة قصص الأطفال يجب أن تتأطر ببعض الالتزامات، فالمحتوى المقدم للطفل لابد أن يغرس قيمة أو يعزز سلوك أو يعدل سلوك، وبنفس الوقت اليوم المحتوى الذي يقدم للطفل يجب أن يقدم بأسلوب يناسب الطفل وبأسلوب ممتع ومسلي كذلك. لا أستطيع أن أقدم هذا المحتوى التربوي أو الثقافي أو الفكري بأسلوب تلقيني وما إلى ذلك. اليوم أدب الطفل يؤطر نعم بمعايير أنه يغرس ويعدل سلوك ويعزز سلوك، لكن اللغة والصيغة والأسلوب الذي يقدم للطفل لابد أن يكون ممزوج بالخيال، ممزوج بالمتعة، ممزوج بلغة يستطيع الطفل أن يتقبله بها بشكل أو بآخر. لا يعني نستطيع أن نرى أن الكتاب بدأ يصبح صديق للأسرة وصديق للأطفال، لكن فعليا هو ليس صديق ودود لدى الجميع. واليوم في دولة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والدعم للقراءة والأنشطة والفعاليات، وكما ذكرتم بالتقرير سابقا الذي قدم من مراكز الناشئة والأطفال الذين يعنون بتقديم المسار الثقافي كذلك، اليوم وجود مثل هذا المحتوى والجهات الداعمة تعزز وجود الكتاب في كل منزل، وأن تكون القراءة عادة ومبادرات ضخمة مثل مبادرة تحدي القراءة العربي التي تنطلق من الإمارات تدعم أن يكون الكتاب صديق لجميع أفراد الأسرة. إذن لابد أن نراعي ككتاب في محتوى الأطفال أن يكون يتناسب بمعاييرهم إضافة إلى لغة يجدونها من المتعة والتسلية. نعم، إذا كما ذكرتي هي عملية يعني مهمة، وأتوقع الكتابة للطفل أستاذة هيا هي عملية حساسة وصناعة قائمة بذاتها، فلابد أن يكون هذا المحتوى مناسب لبيئة الطفل ومحيطها المجتمعي الواقعي لصيق به وليس بعيدا عنه، بحيث لا يكون الفكر الذي سوف يتكون لهذا الطفل من هذا الأدب أو هذه القصص بعيدا عن هذا الواقع، ولا يعكس عفوا مبادئ قيمه عادات وتقاليد مجتمعه. فإلى أي مدى يجب أن يكون أو تكون هذه القصص، وأتوقع أنت أيضا كصاحبة إصدارات عديدة أستاذة هيا عملتي على هذا الجانب وعززتي هذا الجانب في كتاباتك. جميل جدا، هذه نقطة مهمة جدا أن نتطرق لها، ألا وهي التنوع الثقافي والفكري في محتوى أدب الطفل. من الجميل جدا أن نقدم لأطفالنا المحتوى الذي يعزز قيمنا وأخلاقياتنا وسلوكياتنا في مجتمعنا، لكن لا
يتعارض الموضوع أن يكون هناك محتوى تعريفي عن الثقافات الأخرى، لكن يقدم كمحتوى تعريفي بعد أن نكون عززنا في البداية عند الطفل القيم والأخلاقيات وما إلى ذلك التي تتناسب مع مجتمعنا. فالقراءة بحد ذاتها هي عالم، والكتب هي مساحة للسفر عبر الأزمان أيا كانت. من الجميل أن يكون لدينا اليوم أطفال مثقفين مميزين، وأنا ضمن إطار إصداراتي كتبت بأشياء معينة، ومنها كتبت عن قصة تحت عنوان عصا جدي، والتي تتحدث عن مفهوم العصا والصنع الإماراتي الذي يخصها، وكيف كان الأجداد يحملونها ويحافظون عليها وما إلى ذلك. لكن هذا لا يتعارض في أن نكتب في عوالم قد تكون مختلفة بعيدة عن هذه الأمور في بعض الأحيان، لأن الطفل يحتاج أن يرى محتوى متنوع. صحيح. في البداية نؤسس على قيم وأخلاقيات ونقدم المحتوى الذي نريد إيصاله له، ومن ثم نفتح له المجال أن يسافر بعوالم مختلفة وأن يكون جزءا من العالم في كتاب. جميل. إذن جميل أن نعزز ثقافة الطفل بالمحتوى الأساسي في مجتمعه، ثم ينفتح على ثقافات المجتمع الآخر، حتى يكون منفتح هذا الشخص مستقبلا على يمكن ثقافات الشعوب الأخرى، يعرف ما يدور حوله ليس فقط في دولته، إنما هناك عالم كبير. فيجب أيضا أن يكون فكره مؤهل لهذا المستوى. إذن أيضا هذا الجانب أستاذ هيا أنت تعززيه بصور، وهذه الصور تكون في هذه الكتب قد تخلق صور ذهنية للطفل، تخلق لديه آفاق يتخيل من خلالها القصة، وقد تختلف أو يختلف محتوى القصة من طفل إلى آخر من خلال هذه الصور، فيبني صور أخرى في ذهنه أيضا. فهل هذه الصور لها تأثير على الطفل، ومدى اهتمامك أن تكون موجودة في قصصك؟ في محتوى قصص الأطفال، قصص الأطفال هي تركيبة متكاملة بين نص ولوحات. لا نستطيع أن نزكي أو أن نبدي المحتوى المقروء دون المحتوى المرئي في عالم قصص الأطفال. إذن عالم قصص الأطفال هو عالم مزيج متكامل بين المحتوى المكتوب والمحتوى المرئي. إذن في قصص الأطفال هناك علاقة جدا قوية بين الكاتب والرسام. الطفل بطبيعة الحال يحتاج أن يرى ليستوعب أكثر، ليفهم أكثر، لتصله الفكرة بشكل أكبر. اليوم قد لا يكون المحتوى المقروء هو محتوى جاذب بشكل كبير. اليوم الصورة والرسم في عالم قصص الأطفال يدعم النص، وكذلك النص يدعم القصة. أنا بشكل شخصي لا أجد أي مساحة نستطيع من خلالها فصل النص عن الصورة في عالم قصص الأطفال بالذات دون 8 سنوات. بعد ذلك لا مشكلة، قد نستطيع أن نفصل، وقد نجد بالذات اليوم أطفالنا ما شاء الله بعد هذه المبادرات الكثيرة في عالم القراءة لديهم مخزون لغوي عالي. بعد 8 أو 9 سنوات لو قدمنا حتى لأطفالنا اليوم محتوى بعد 8 9 سنوات يافعين يستطيعون قراءة الروايات المناسبة لأعمارهم وأعداد كلمات كبيرة، لكن ما دون الصورة هي تكملة للنص، والنص هو جزء من هذه الصورة. جميل. واليوم نتحدث عن الطفل، فالطفل اليوم أصبح كاتب أستاذ هيا، هو ليس فقط قارئ إنما أصبح كاتب، وهناك أطفال كتاب نفتخر بهم حقيقة، وهذا يبشر بمستقبل باهر بإذن الله لجيل المستقبل. إذن أستاذ هيا لديك الكثير من الإصدارات الأدبية الجميلة، إن كانت للطفل، إن كانت لذوي الطفل، الأهالي، المعلمين، من تعينهم في مسيرة التعليم لهذا الطفل وتأهيله لأن يكون شخص مثقف مبدع بأفكاره أيضا، فحدثينا عن هذه الإصدارات وكيف وجهتيها للطفل وأيضا لذويه. لدينا مجموعة من الإصدارات قد نخص بها إصداران أو 3 بشكل سريع. منهم آخر إصداراتي كتاب من أنا، هذا الكتاب الذي صدر من دار المحيط رسوم علي الزيني. هذا الكتاب هو تلخيص للكيان الإنساني. من أنا هذا واحد من أهم الأسئلة الفلسفية التي يجب على الجميع أن يكون لديه إجابة عنها. أتى هذا الكتاب ليوري الإنسان أنه مزيج من كثير
مزيج من المشاعر، مزيج من الأحاسيس، من الانفعالات، وكيف يوظفها. كيف للغضب أن يكون مرحلة في حياتنا ويمر بشكل سريع؟ من حقنا أن نغضب كبشر. وكيف للسعادة يجب أن تكون شيء من المشاعر الدائمة في حياتنا؟ فأتى هذا الكتاب ليوظف كثير من مشاعر وأحاسيس وانفعالات الإنسان والكيان الإنساني ووجوده بطريقة خفيفة لطيفة مبسطة جدا، دون أن تستهتر بعقل الطفل، وبالعكس كانت أسلوب بسيط جدا مفعم وغني بالمحتوى. لدينا كذلك سلسلة فلسفة المشاعر والأحاسيس والانفعالات، فلسفة الجيد والسيء. سلسلة فلسفيشن هي واحدة من أربع سلسلة من أربع كتب تعمل على تحفيز عقل الطفل وتثير لديه الفضول والتساؤلات. أتت هذه الكتب على هيئة مجموعة من الأسئلة يستخدمها المربي سواء الأب أو المعلم، ويطلق العنان لخيال الأطفال وسماع أجوبة مميزة وغريبة جدا. هذه السلسلة تعمل على أن تجعل الطفل يفكر، وكذلك تحفز الطفل على السؤال. كذلك كتاب المعلمة عجيبة في المدرسة الغريبة الذي به رسالة واضحة جدا للأهالي. هذا الكتاب كذلك من إصدار دار المحيط. نعم. هذا الكتاب مفعم بالأسئلة، والذي يجعل الطفل يتأكد أن السؤال هو حق له، ويدرب الكبار من الأهالي أو المربين والمعلمين أن من حق الطفل أن يسأل، ومن حقنا أن نجيب، ويجب علينا أن نبحث عن الإجابات لهذه الأسئلة التي يسألها بما يتناسب مع عمره، دون أن نكذب عليه، دون أن نسوف. أتت هذه القصة عن طريق مدرسة يهرب المعلمين منها دائما. لماذا يهرب المعلمين من الأسئلة العجيبة التي يطرحها الأطفال؟ إلى أن تأتي تلك المعلمة وتحل هذه المشكلة وتعلم الجميع ما هي الطرق والأساليب التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى أجوبة الأطفال، حتى لو لم نكن نعرف الإجابة. كيف نتعامل في هذه المواقف من خلال هذا الإصدار؟ نعم، جميل هذا الإصدار أستاذة هيا، وخصوصا قد يواجه الآباء مثل هذه الأسئلة التي أحيانا لا يجد لها جواب صحيح أو سليم، فقد يتأخر على الطفل بهذا الجواب، قد يبحث ويبحث عن إجابة صحيحة وسليمة، وأحيانا قد لا يجد هذه الإجابة، فهنا يكون صعب الرد على هذا الطفل والتعامل معه مع هذه الأسئلة التي تعتبر ذكية من الطفل. فالطفل لا يستهان بفكره، ولا يستهان أيضا بهذه الأسئلة التي يقدمها، فهو ذكي. وكما ذكرتي يجب أن نرتقي بكتاباتنا لعقل الطفل، لأنه طفل ذكي ومميز. إذن الكاتبة هيا هاني قاسم، كاتبة في أدب الطفل، الحديث جدا شيق معك ويطول حقيقة في هذا المجال، ولكن ممتنين لهذه المداخلة، وشكرا لك وبالتوفيق بإذن الله. شكرا لكم على هذه الاستضافة، ونتمنى لكم يوما سعيدا. إلى اللقاء، مع السلامة. إذن مشاهدينا، أيضا نحن وصلنا معكم إلى ختام أمسيتنا لهذا اليوم، أمسية ثرية حقيقة من برنامج حديث المساء. نلتقيكم غدا بنفس الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، مع السلامة.